موقف غير في حياتك يا سعود؟ إجابة طبعا، ما نبغى شيء سلبي. إيجابي؟ موقف غير شخصيتي يعني؟ غير في شخصيتك إيجابا، نهض بك، أحياك بعد الله سبحانه. موقف والله انك حديتني ذلك على موقف. سلمت ما في؟ لا فيه اللهم لك الحمد، لكن كنت انا في برنامج. طيب. وكنت بنسحب. بتنسحب؟ نعم. في غير سكريبت طبعا. اي قلت انا تضايقت يعني تعرف بعيد، كلمت ابوي قال اصبر، ما عقب ذا التعب الا كل علم طيب، اصبر. صبرت؟ صبرت. كملت؟ نعم. كم كان يوم؟ شهرين. ليتك اعطيتنا من هالشهرين. اللهم لك الحمد. خيرة الله دائما. خيرة مما اختارها الله، اللهم لك الحمد. عندي محور حجيه، لكن ايش رايك في الشخص اللي يقول يا سعود ويزهم باسمك وسعود يسمع لك لا يستطيع الوصول له؟ انت ابو توجعني جدا. انا قلت ايش رايك في الشخص؟ ما ابغى اوجعك اكيد.